جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أمك والخالة فاتشي هداك اليوم وكان غريب، ما قدرت أفهم شو قصدهم. أنت هلأ غلطانة، هنن اثنين عنيدين وما رح يتراجعوا أبداً. بالحقيقة الماما بتتعاطف مع الخالة فاتشي. يعني بتمنى يكون كلامك صح. أنت هديت الساري مثل كل سنة هالمرة، بتمنى أن ما تعصب لأني أنا اللي نقيت الساري واخترته. لا هي كانت متلبكة وبس، يعني الماما ما بتعرف شي عن التحدي، وبما أن اختارت الساري فهو أكيد عجبها، وكانت قلقانة إذا الخالة فاتشي ما وافقت على هذا الشي. يمكن تفكيرها كان مشوش بكل هالشغلات هي، أما أنها معصبة. أنت متأكد؟ أكيد 100%. هي أمي وأنا بعرفها، الماما ما بتقدر تكون معصبة بوجودي أبدا، هي كتير مختلفة، عن جد بحسها أعظم أم. بصراحة فكرتها معصبة مني، بس أنا غلطانة. بالحقيقة نمط حياتنا مختلف شوي عنكم، وهالشي ما بيناسبك.